هنعمل حله. حله ايه اللي انت تقولي ده؟ اه هنعمل حله. رمضان بيبقى عايز دايما الحاجات المختلفه، عايز الحاجات الغير تقليديه، بس في نفس الوقت ما تضربش مننا وتوسع مننا قوي، ما نطلعش عن المألوف اللي احنا اتعودنا عليه. شكل عجينه هنعملها على شكل حله صغيره كده، وحاشينها من جوه. هنبدا ان احنا نفرغها، التفريغه اللي من جوه دي هنفرغها بالسكينه؟ لا، ده احنا حاشينها رستم سليمه. ايه اللي انت بتتكلمي فيه ده؟ راس توم سليمه حاشيه بيها العجينه؟ اه، علشان لما اشيل راس التوم السليمه كده هتكون التومه استوت. هحطهم في مصفى وهرسهم. الهرس بتاع التوم ده اللي هطعم بيه سلطه الزبادي اللي هحطها على الوش. ما عندناش حاجه ما بتنفعش. هنشكلها ازاي والعجينه بتاعتنا ازاي ولونها وطعمها هيكون ازاي، ده اللي هنعرفه مع بعض. تنزل مقاديرنا واوريكم النسخه اللي انا عاملاها وسايباها تبرد، وهبدا اقدمها وابدا اوريكم بعد كده عملنا العجينه ازاي بمكونات سهله وبسيطه موجوده في كل بيت، وفي نفس الوقت طريقه سهله جدا. الحله المحشيه، مقادير العجينه: كيلو دقيق، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، رشه ملح. مقادير الستاندر الاساسي. طيب الاضافات بتاعتنا ايه؟ ربع كوبايه زبده مذابه، عايزه بقى طعم كده العجينه بتاعتنا واخلي ريحتها تجيب اخر الدنيا وهي بتستوي. حطيت لها بابريكا، حطيت لها شمر مجروش، كمون مجروش، ميه دافيه للعجن. يبقى الستاندر العجين الاساسي بتاعنا موجود، اللي هو دقيق، خميره، سكر، ملح. الستاندر الخامس اللي هو المكون الخامس بتاع الستاندر الاساسي الميه الدافيه. يبقى انا كده عندي الخمس مكونات اللي هم بيلموا اي عجينه. طيب الباقي ده كله اللي في العجينه دي اضافات اجتهاديه مننا علشان تدي تطعيمه وريحه حلوه قوي للعجينه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الزبده والبابريكا والشمر والكمون كل دي اجتهادات مننا احنا عشان نطعم العجينه ونخليها مختلف. الحشوه بتاعتنا محتاجه النهارده ايه؟ نص كيلو لحمه مكعبات عاملاها زي الكباب الحله بالظبط، ونص كيلو صدور فراخ معصجه زي الشاورما بس مكعبات صغيره. معايا اربعه روز توم سليمه بالشكل ده على شكل اللي هو الجديد، طبعا بصوا مغسول ومتشال منه الشعر اللي بيبقى هنا علشان لما احطه في العجينه يبقى تمام وزي الفل. ماشي، دوت كده الحشوه بتاعتنا. الوش بتاعنا هنحط عليه ايه، او هنزينه بايه، او هنطعم الحشوات بتاعتنا دي بايه؟ تلات علب كبار زبادي من السوبر ماركت او من عند اللبان، ومعاهم ثلاث معالق كبار نعناع مفروم فريش. ده هنطعمه بايه؟ ملح بسيط مع التوم اللي هيستوي جوه العجينه، وهناخد المهروس بتاعه نطعم بيه سلطه الزبادي بتاعتنا. طيب قبل ما ابدا في العجينه ونشوف شكلها ونشوف هتعمل ازاي، الحشوه بتاعتنا طبعا جاهزه معانا، تعالوا نشوف اللي احنا عملناه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تستغربوش من الشكل. طيب هنجيب كده بلانشه، وعايزه طرنش، عايزه طرنش. بصوا كده، ادي اهي، هشيل ده كده، وده اتحط قبل العجينه اصلا ما تستوي. انا هعمل كده عشان تبقى شايفين شكل العجينه اهو. ادي ايدين العجينه، ايدين الحله، تمام اهو. طيب هعمل ايه؟ هعمل كده. بالشكل ده كده بفرغ الوش علشان ايه؟ علشان اشيل كده ويطلع متساوي علشان ممكن استخدمه في التزيين كده. طيب بصوا راس التوم اهي، بصوا بصوا بصوا، هاخده زي ما هي كده اهوت، اطحنها واخد المهروس بتاعها استخدمه. بصوا بيطلع بكل بساطه ازاي، بروح شايله كده واعمل كده. بصوا العجينه هشه، اشيل كده، ده هيتفرم معايا، وادي طبق التقديم اهي. انا دي مش هحشيها، يعني هي واحده لحمه واحده فراخ، وهعمل صوص الزبادي بالثوم. دي بقى مش هحشيها، دي هعمل فيها ايه؟ انا عايزه اقسمها من جوه واوريكم شكلها هيكون عامل ازاي. اجيب طبق برده عشان اقدمها فيه كده. التقديم بسيط جدا وسهل، ما تغلبيش نفسك اهو. طبعا هنقدم في اطباق راك زي ما انتم شايفين كده، مفيش احلى من كده. نعم حاضر. بصوا كده، بصوا دي انا هعمل ايه؟ انا عايزه اقطع كده عشان تشوفوا العجينه نفسها الهشاشان بتاعها. بصوا كده
نشيل راس التوم اهي. بصوا احنا لسه من الصيام صح؟ يعني باكل بامان. بصوا شفتوا عامله ازاي؟ هي الاثنين تطعمت الكمون والسمر في منتهى الجمال. هعمل ايه دلوقتي قبل ما اطلع فاصل يا حمدي؟ اديني بس دقيقه واحده بس، دقيقه. بصوا كده قبل ما نطلع الفاصل هعمل ايه؟ انا حاطه كيلو دقيق وعامله ميه مغليه او ميه دافيه للعجل. قلت ادام في ميه دافيه للعجل يبقى انا بحط كميه المواد الجافه كلها. بحط كميه المواد الجافه كلها، لكن لو انا قايله سوائل وقايله دقيق حسب الحاجه يبقى انا انزل بالسوائل كلها الاول وبعد كده اخد دقيق على حسب العجينه ما تلم معايا. لكن ادام قلت ميه دافيه للعجل يبقى بحط كميه الدقيق كلها. العجينه بتاعتنا اللي حطينا مكوناتها كلها مع بعضنا، بص شكلها عامل ازاي. كل اللي عملته فضلت ان انا ازود فيها شويه ميه شويه ميه علشان كريم. بصوا كده انا عايزه اوريكم حاجه. بصوا كده العجينه طريه، بس بصوا كده باين قدامكم. بصوا بصوا الملمس بتاعها عامل ازاي. بصوا بصوا هي طريه بس مش ملزقه. بصوا كده بصوا ملبن زبده. بصوا عامله ازاي ما شاء الله عليها، ومعجونه كويس واخده براحه في العجين. بصوا عامله ازاي، زي ما بيقولوا كده تتاكل نيه ما شاء الله. الله اكبر عليك. طيب كل اللي انا محتاجاه دلوقتي اعمل ايه؟ ادي العجينه اهي، وادي بوله او ممكن في العجان اللي احنا شغالين كنا فيه عشان ما نبهدلش حاجات كتير. رش الدقيقه اهي كده وراح حاطه دي ما شاء الله عليها ما شاء الله ما شاء الله. رش الدقيق كده فوق الوش واغطيها بفوطه او بكيس تلاجه او بستريتش واسيبها تخمر، واسيبها تخمر. طيب هنركنها على جنب ونرجع نشوف اللي اتخمرت معانا، هنشكل الحله بتاعتنا ازاي والصوص بتاعنا كمان هنعمله ازاي. ننظف مكاننا كده والدقيق، عشان انا واحده من الناس اللي بتشتغل بحب ان انا ادخل في الدقيق بقلبي، يعني خصوصا في شغل العجين ما كنتش احس ان انا اشتغلت في معجنات الا لما الاقي كل هدومي متبهدله دقيق وايديا والكلام ده كله. طيب بصوا كده هنعمل ايه قبل ما ابدا في تشكيل العجينه. احنا بعت التوم المطبخ فرام بعت التوم المطبخ يتفرم اللي احنا كنا حاسينه في العجينه. طيب بعد ما فرموه هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل صوص الزبادي اللي احنا هنحطه في بوله عشان لو هتاكلوا العيش دوت حاف ويتحط على اللحمه اللي فوق اهي. هاخد يا دوب معلقه كده مش كتير اهي، واروح حاطه الزبادي 3 كوبايات زبادي، اخلط كده سنه بسيطه جدا من الملح وسنه يا دوب رشه بين ايدي كده فلفل اسود بالشكل ده كده. ليه؟ علشان ما تضغطش او ما تغيش على طعم الثوم والنعناع اللي انا هحطه. ونحط النعناع معانا صح هنا كده اهو. ادي العيش لو انا مش هحشيه لحمه او فراخ بحطه مع صوص الزبادي كده مع طماطم مخلله بيبقى في منتهى الجمال. طيب اللي انا هشياهم لحمه وفراخ هشيل الغطا كده بالشكل ده واروح جايبه الحلويات اللي انا عاملاها دي كده وراح عامله كده بالشكل ده. تخيلوا بقى وكباب الحله الناحيه التانيه مع الزبادي مع الثوم مع النعناع، يا وعدي عليه يا نهار ابيض على رأي مدحت شلبي بالشكل ده كده حاجه تفتح النفس. العجينه ما شاء الله بعد ما خمرت، وادي شكل العجينه. هعمل ايه؟ هعمل كده ادي واحد الله واحد ملوش تاني 3 4 كيلو العجين طلع معانا 4 حلل صغيرين. طيب هعمل ايه بقى في التشكيل بتاعنا؟ هعمل كده اهي
كده راس الثوم بالشكل ده. لا ممكن نقلبها علشان كده اهي، علشان انا هقلب. بصوا كده بالشكل ده، تمام. بصوا كده، بصوا كده، ادي اول واحده. طيب بصوا كده، ادي الحله الثانيه، بعمل كده والم الاطراف كده اهي زي البقجه كده اهي، واعمل كده كده. طيب منى هي الايدين فين؟ ثانيه واحده حالا. بصوا كده، ورقه فويل واجي من الجنب من هنا واعمل كده كده. بصوا انا خرمت ازاي، عملت الايد اهي. طبعا انا لو سبتها على ما العجينه ما تخمر وتتحط في الفرن هتكون ان هي لمت تاني، بس انا اهو بعمل كده خرمت، وعشان احافظ على الخرم اللي معمول ده بعمل كده اهي كده، باينه معاك اكتر. طيب ادي الثانيه، اجي من الجنب كده. بصوا لو انا عملت كده واعتمدت على كده ورحت مدخلاها الفرن هتخمر معايا تاني وتروح قافله، لكن انا عايزه ان هو يديني الشكل اللي انا عاملاه اهي كده، واروح عامله كده بالشكل ده. ده هيحافظ لي على شكل الحله اللي احنا عاملينها. طيب بسيبها تخمر شويه، ماشي 10 دقائق ربع ساعه كده، الفرن بتاعنا يكون شغال على درجه حراره 180، شغال على درجة حرارة 180. عينيا الاتنين، بصوا كده اهو. وبعد ما تطلع اسيبها في الهواء، مغطيهاش، ما بندهنهاش حاجة ولا بنعمل اي حاجة. استوت معانا، بس بنسيبها تخمر شوية كمان. استوت معانا، طلعناها سيبناها في الهواء مغطيهاش، عشان لو طرتها هتطرى معايا زيادة، وانا عايزاها تبقى ماسكة نفسها بالشكل ده كده اهو. بقى عندي اهو حلتين، وادي حلتين تانيين ما بيطلعوا زي ما وريتهم كلكم كده في اول الحلقه. ببدا ان انا افرغ واشيل التوم اللي جواها علشان ابدا اهرسه واعمل بيه صوص الزبادي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. سهله جدا وبسيطه، فكرتها كمان سهله وبسيطه وما بتاخدش مننا وقت خالص. الحشوه اللي عندك، عايزه تعملي لحمه، عايزه تعملي فراخ، عايزه تعملي جبن، عايزه تعملي بسطرمه، عايزه تعملي زيتون، عايزه تعملي مشروم وخضار، زي ما انت عايزه. اهم حاجه الحشوه اللي تحطيها تبقى متصفيه، يعني عملتي عصرتي الفراخ او عملتي لحمه مفرومه متعصجه او عملتي كباب حله، يبقى متصفي من الصوص بتاعه، عشان لما يتحط في الحله بتاعتنا ما يبوظش العيش. يجي اللي ياكل يروح قاطع من جنب العيش واخد حته اللحمه كده او حته الفراخ او ايا كان الحشوه اللي انت حطاها، تبقى ماسكه. المعجنات دي يا نونا بتاعت الحله المحشيه، ينفع ان احنا نعمل بيها حاجه تانية؟ اه طبعا ممكن تعملي بيها رغيفه عيش وتسويها تطلع معاكي زي الفراخ.